تمام الصفر، راح تكمل سبعة لو ترجع للثالثة. انا راح ارجع على السريع الثالثه، هل اكمل الكروس بلوت، واذا اشوف اذا كملت على السريع ندخل بالسبعه. تمام، بس هسه تمام. خل اوضح لنا احنا وين وصلنا. كملت سكانن، تمام، كملت ار تي واخذنا الاس دبليو على اس اكس او، تمام، شلون شنو فائدته، واخذنا الاس دبليو ار وعرفنا شلون نقارن اس دبليو ار ويا الاس دبليو اي. بقت عندنا هاي، انتهت المحاضرة السادسة. تبقى المحاضرة السابعة بها موضوعين اللي هي الكويك لوك، تمام، وبها البي في دبليو اللي هي بالك فوليوم مال واتر، تمام، يعني حجم المال كله يقصد بيها. زين، الكويك لوك بها مكتب طريقة، لان احنا ندرسن ما اعتقد اليوم اكملهن، ف وماكو وقت هسه، فراح ارجع وين انا؟ راح ارجع المحاضرة الثالثة. اكو عندنا ال كراس بلات بالرسم، وجا عليها سؤال بس راح احله بالفاينل. سؤال عليك كامل، تمام، اللي هي كراس بلات شلون اصحح البورو سيتي من الشيل. لا تمام، احنا قلنا هسه راح ناخذ الكراس بلات حتى نحسب البورو سيتي مصححة من الشيل. زين، السؤال شلون يجي؟ هذا السؤال جاي، السؤال الخامس جاي بالفاينل، قايل لك يوز كراس بلات. شوف، طوق لك الكلمة، كاتب لك كراس بلات ميثود تو فايند بوروسيتي سي او ار ار، يعني بوروسيتي مصححة اند في شيل. يعني هسه عندك مطلبين، تحسب بوروسيتي مصححة وتحسب حجم الشيل ات ساندستون فورميشن ويز بوروسيتي ريدنج. نعطيك القراءة مال بوروسيتي الفاي ان، يعني بوروسيتي حاسبها من النيوترون، يعني يقصد بها نيوترون، منطقة 31%. الفاي دي يعني البوروسيتي حاسبها من الدنسيتي لوج اللي هي 16%. بالمناسبة النيوترون دائما تكون أكبر، فلذلك حتى إذا أعطاك القراءات مرت ما كان جاهز يعطيك على شكل لوج، وأنت تطلع هاي القيم عند نقطة معينة، فتلازم تطلع عندك النيوترون أكبر من الدنسيتي. منطقة الفاي نيوترون شيل والفاي دنسيتي شيل، تمام، ايش يقصد بيها؟ يقصد بيها قراءة البوروسيتي النيوترون بوروسيتي، يعني تمام، عندما يكون الشيل 100% قراءته 41، تمام، وعندما عند نفس النقطة الشيل عندك موجود عند منطقة الشيل حجم الشيل بيها 100%، تمام، فقرأ عندك البوروسيتي 12%، هما الدنسيتي. زين، انت شو تسوي؟ اول ما تستعمل بالرسم مالك، هو رسم هسه راح اوضحه، تستخدم ذني القيمتين. هسه ركز على ذني القيمتين. تقدر تسجلهم يمك سجاد حتى اقدر ترتين ليه؟ من موجودة هسه الفاي نيترون شيل ايش قد؟ 41، والفاي 41%. دنسيتي الشيل ايش قد؟ 12. هسه انا راح استخدم هنا بالرسم. نعم. انت بالرسم اول ما ترسم، ترسم محاور ان الاكس والواي، تمام، على محور واي ترسيه الفاي دنسيتي، وعلى محور اكس اللي هي فاي نيترون، تمام. شو تسوي بعدها؟ راح تبدا أقسم المثلثين. قسمهن خمس مناطق. شو هسه جاي قسمهن، تمام، قسمهن خمس مناطق، قسم المحور اكس على محور واي، بعدها ترسم ترسم خط، تمام، بزاوية 45 درجة، وانتهى، تمام. وهذا الخط هم نفس الشيء، هم تقسمه. جاي شوف، انا مخلي نفس اللون، نفس النقاط الحمر، راح تقسمه بهذا الشكل، تمام. زين، بعدها راح تنزل القيم. شلون يعني؟ الخطوط اللي انا نزلتها، تمام، تبدي هنا هاي 10 تقرا عندك، هنا 20، تمام، هنا 30، هنا 40، تمام، وبالأخير هاي فوق النقطة الفوق اللي هي 50، وإنها نفس الشي، 10 20 30، هاي 20 30، هاي 40، هاي 50، تمام، وذني نفس الشي، هاي 10، هاي 20، هاي 30، هاي 40، هاي 50. لحد هنا واضح؟ زين، واضح بالصوت. ايش قد الفاي مال الشيء اللي معطيك اياه؟ ذني القيم مثل ما اتفقنا هسه، راح تاخذن اول شيء ترسم بهن الرسم. هسه الرسم لحد ما اخذت اي قيمه رسمت الرسم، عندك هاي الفاي نيوترون، هاي نيوترون شيل، ايش قيمته؟ 41. وين 41 يصير؟ هسه مثل ما اتفقنا احنا على محور واي، شنو هاي نيوترون وهاي شنو؟ density، تمام. زين، من النيوترون قراءة 41، يعني 40 شوية حركة، ناس 41 تقريبا، وتصعدها لفوق،
بس خلي اجيب خط عدل من هالقيمة تصعد لفوق، بس اخذ شوية تاني لقدام، بس انا ما جاي دقيق، عندي ما جاي ما اقدر احركه، بس هو تقريبا ناسي. خل مشي هنا تمام، بس 41 اذا اعطيتك رس ورقة بيانية شوية حركة عن عن 40، وتلك الورقة البيانية مقسم اكثر بعد اكثر دقة، بس هنا انا سادي اعطي الفكرة، راح افرض 40 ومشي. هاي الفاي نيوترون شيل، زين الفاي دنسيتي شيل 12 ما راح يصير 12، هنا 10 عندك، هنا 15 تقريبا يصير بالنص على ولا هنا يصير تمام. انا هاي انا هذا ما كله ما احتاجه، ايش احتاج؟ احتاج بس هاي النقطة هنا نقطة تمام، بس هاي النقطة اللي احتاجها، هاي النقطة الحمراء رسمتها، بعد هذا الخط كله محتاجه، هذا الخط كله محتاجه، شو ارسمها؟ ارسم هاي النقطة، هاي النقطة تمثل حجم من عترة، اقدر اطلع الشيل من هاي النقطة، راح ارسم العفو، بس خلي الزغرة من هاي النقطة، راح ارسم خط هاي شني، ارسم خط لهاي النقطة تمام، وارسم خط ثاني من هاي النقطة لهاي النقطة تمام. صار عندك هسه رسم لحد الان بهذا الشكل، شو تسوي النوبة؟ هذا الخط الجو هذا تمام، هذا الخط الجو رسمته، هذا الخط تقدر تقسمه، تقسمه ايش قد؟ تقسمه يعني بالمناسبة هاي النقطة تمثل 100%، 100% حجم شيل تمام، هاي حجم الشيل 100%، فقسمها 25 25، يعني راح اجيبها تقديرية، يعني يقول هنا انا 50، هنا انا 75، هاي 100، هنا انا 25 تمام، كتقدير يعني. زين هسه لان القيم بعد محتاجه، لان القيم هذا الرسم هذا الجدول كله محتاجه، فخلنا نمسح هذا بعد. راح ارجع للسؤال مره ثانيه، ايش راح اخذ؟ زين ابو الصوت، ابو الصوت بس ما خصك ارجع للرسم. هذا الرسم زين ابو الصوت اقسمه، يعني اقسم المجاور لو اقسم الوتر، نعتبر هسه هذا مثلث وهذا الوتر ماله، نقسم الوتر لو المجاور. سجاد ما كلش ولا وتر ولا مجاور، انت عندك هذا خلينا نشوفه، راح فاهمك بس قصدي اقسم هذا راح فوق، ارسم يعني لك بغير لونها، ايضا نعتبره وتر هذا فوق. راح ارسم لك بغير لون، هذا واضح هذا واضح هذا بصوت كلش واضح هذا الازرق، شرق. هذا الازرق جاي شوفه، اي واضح، يعني هذا قسمه مو قسم لا لا فوق. من فوق، تمام انا فوق واضح، قسمته قبل ما اخذ البيانات قسمته تمام، هذا ازرق اي قسمت بس ما خليت لا يعني هو طيب. قيم نفس الشيء، احنا اتفقنا هذه النقاط الحمر كلها نفس الشيء، جاي شوف هاي 10 تتقاطع هاي تصير 10 واضح تمام، جاي منها 10 واضح ومنها 10 واضح هاي 20، هاي واضح 30 واضح اذا تقول تمام، وهاي 40 هاي 50، بس ما ادري ما ادخل واضح هو ارقام على ما تدوخ، فهاي النقاط الحمر كلها نفس واضح الشيء تمام. هسه هذا الخط الازرق هم تمام، بس خله اسوي على شكل، خلينا نمسحن محتاجين، والثاني النقاط اعتقد هيك صار ارتب، فذين النقاط جاي اشوف الورديات اللي هي يبدن هاي بالنص 50 75، واضح هاي هنا 25 تمام. زين هسه راح ارجع للسؤال، لان كملت القيم عرفت تحسب معناته شنو الرسم، زين ذن راح اطلع معناته قراءات، شلون اطلع قراءات؟ هسه نجي الفاي نيترون 31 والفاي دنسيتي 16، ثاني هسه الفاي نيترون 33 والفاي دنسيتي 16، لان القيم هسه تقدر تنزل انت بالجدول وتشوف وين طلعت نقطة التقاطع وين راح تصير. هسه الفاي نيترون 31 تقريبا هنا تصير، العفو الفاي نيترون هنا 31 تقريبا هنا تصير، تصعد خط عادل مستقيم، ما اعرف من جاي يجي هذا الخط تمام، سقط هسه هنا لهنا تمام. هاي الفاي نيوترون، الفاي دنسيتي 16، 16 هنا 15 تقريبا يصير، بس خليه يجي في خط عدل، تمام. انا شو احتاج؟ انا احتاج فقط نقطة التقاطع تمام، هاي نقطة التقاطع اللي احتاجها،
هاي نقطة تحتاج، بعدين الخطوط محتاجين، تمام؟ بس اكو نقطة نسيتها ما سويتها قبل ما اخذ نقطة التقاطع، اسمهم نقطة التقاطع خليتها بعدين محتاجين، مو مشكلة، بعدها قيم محتاجة. بس اكو نقطة المفروض احنا نسويها قبل ما ناخذ نقطة التقاطع، وهي ترسم نسوي خطوط خطوط مناسبة. موازية. بالضبط، خطوط موازية من ابدي من هاي النقطة، هاي اللي رسمتها، وخط موازي، بس هذا اللون ما يفيدنا. تمام، من هاي النقطة وارسم خط موازي. جيبه بشكل دق. هاي الخطوط الموازية، أول شي أنت من ترسم خط موازي ترسم هذا الخط، تمام، موازي من الخط الأحمر. هاي الخطوط رسمتها موازي الخط الأحمر، هذا الخط الأحمر، تمام. بعدين راح أرسم هذا الخط موازي الخط الأزرق، هذا الخط الأزرق. ترسم هاي، من ترسم هاي من هاي النقطة مو توصلها على النقطة الحمراء، مالك شغل بالنقطة الحمراء، أهم شيء خط موازي لهذا، تمام. فالخطوط موازية بهذا الشكل. زين، النقطة الزرقاء هنا ما طلعت عندك، هاي تشوف النقطة تو نحددها من الساعة، هنا طلعت. زين، بين من صايرة هاي؟ لو تجر خط تمشي ويا الخط هذا، تمشي ويا هاي، اي ما صاير، صار للعشرة، صار ولا يعني القراءة مالتك شلون راح تنحسب؟ القراءة مالتك راح تطلعها بهذا الشكل، وي هاي الخط الأزرق تمشي بخط مائل، وي هذا الخط تطلع عندك 10، صح ولا لا؟ تقريبا جو العشرة يطلع 9، فالبوروسيتي المصححة تطلع عندك 10. هاي المطلب الأول هو طالبه، تمام. زين، تنزل بخط مائل أيضا في هاي الاتجاه، تنزل من هنا. هاي احنا اتفقنا ايش قد؟ 75، هاي 50، يعني من هنا 25، يعني تقريبا صارت 73 تقريبا. في حجم الشيل، في الشيل يطلع عندك تقريبا 72، 73 فاضل رينج يعني، لان هي 75 و 72 تقريبا تنزل الى توصل ل 50، تمام. فهي 72 تقريبا، فيعني القراءة مالتك تنزل بهذا الشكل، خط موازي من النقطة الزرقاء رسمتها تنزل لهنا، ايش تقرا عندك؟ حجم الشيل، تمشي بخط موازي ويا هذا الخط، تقرا عندك البوروسيتي، تمام. واضح هاي النقطة عندك هسه؟ تمام. لحد هنا نا السؤال انتهى، هو يريد بس القيم. هاي انتهت عندك، هاي 10%، هاي حجم الشيل 72%. ما عندك سؤال بعد هنا؟ لا واضح بصفة عشرة. وانت تحل، حاول تحل اكثر من سؤالين، يعني اخذنا اكثر من سؤال علي هذا، اخذنا بالكويز، اخذنا بالمت ايضا، يمكن يجي بس يجعلك سؤال لوجات، يعني القيم ما طلعها منطقة جاهزة، وبالفاينل حاول تحلها من جديد وشوف، لان انت تخطى مرات خطوط المارس بيك اشتباه وغيرها، فتركز على وتسيبها بين الفايدي والفاينيترون تقلبهن، فركز عليه وحل بيدك وسيسهل، حرام ما تفوتها السؤال. هذا عكسيتك بالصوت.